انتخب العراق رئيسا للمجلس التنفيذي لوزراء الموارد المائية في الدول العربية لعامين مقبلين. جاء ذلك أثناء اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه في الجامعة العربية بالقاهرة. وزير الموارد المائية حسن الجنابي أشار أثناء الاجتماع إلى ضرورة دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على موارده المائية، مشددا على ضرورة معالجة ودعم الدول العربية التي تضررت منشآتها الإروائية جراء عمليات إرهابية. انطلقت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه في مقر جامعة الدول العربية برئاسة العراق، حيث ناقش الاجتماع سلسلة من الملفات الهامة من أبرزها اختيار العراق رئيسا للمكتب التنفيذي للعامين المقبلين. هناك بند خاص هو البند 18 المتعلق بدعم حقوق العراق في المياه المشتركة. هذا البند ثابت وبند أيضا تم تأكيده في مجلس وزراء الخارجية العرب. عملية إعادة إعمار المنشآت اللي دمرها الحرب هذه أيضا قضية قائمة، وهناك تضامن عربي بهذا الخصوص، وأيضا تم تأكيده في مشروع القرار الذي سيناقش اليوم ويقر. بالإجماع اختيار العراق أن يكون رئيسا للمجلس التنفيذي على المستوى الوزاري في لدور يعني للعامين العام الحالي والعام الذي يليه. ناقش الاجتماع بنودا تتعلق بدعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على موارده المائية ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والاهتمام بالمناطق المتضررة جراء العمليات الإرهابية. حقيقة الواضح أنه جمهورية العراق خطت خطوات جدا ممتازة لتأمين مواردها المائية، وإحنا في هذا الاجتماع نؤكد على حقوق الدول العربية في المياه من خلال المصادر المتعددة. دعم حقوق العراق في الحفاظ على موارده المائية ودعم الدول العربية المتضررة من الإرهاب هي أبرز القرارات التي تم مناقشتها اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الموارد المائية العرب برئاسة العراق. من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رشا محمد، العراقية IMN، القاهرة.